إلا الله محمد. لا تتنكر أنت زهير الشيخ هذا بابا جاءك يا حفيد الشيخ أحمد الحبال الرفاعي صاحب مجلس الصلاة على النبي. اي والله هلا هلا عمي. الله يخليك. سيدي السيد معاق يا ريت حد يقول له. لا قاعدين ها تفضل تفضل تعال. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الايمان بها يحصل الامان كرر ايها الانسان لا اله الا الله تكرارها ما احلى ما ابهاه ما أحلى تدني العبد من مولاه لا إله. خلنا نشوف الحجي سكرت عليه سيدي. خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله محمد رسول الله. فاتحة. والله عرفنا على الشيخ وشنو علاقته بسيدي الشيخ احمد الحبال. لا تتنكر عاد انت شيل النظاره شويه خلينا نشوف وجهك الحلو. سيد محمد الشيخ صالح محمد الحبال. ايوه هو مقيم في حيرين بيروت. ايوه ولكن هو جاي زياره الكويت. اي نعم خلي بيني بقيه معه هو عنده بجعبته كثير. هو سيدي الشيخ احمد الحبال صاحب مجلس الصلاه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسوريا شو قرب لك سيدي؟ الله هذا جد العيله جد العيله. الله الحين بسألك شنو علاقتك بالوالد سيد والسيد هاشم السيد أحمد رفاعي الوزير النائب شيخ الطريق الرفاعي؟ واحد يقول أنا قريب. لحظة. جبل. إيه. كان عمل مولد كمال الرفاعي. أيوة. مع الصورة هون كمال الرفاعي مع جمعوا فيه كثير صغير اسمه عمر. أيوة. أبوك عمل حضرة وعمل مولد سبحان الله إياه. اي سنة سيدي؟ سيدي الحبال الرفاعي اي سنة كان؟ الثمانين تسعين الفين؟ لا لا تسعين تقريبا. ومين كان حاضر غير انت والوالد سيد يوسف الرفاعي وكمال الرفاعي؟ هو كمال الرفاعي رئيس الحضرة الرفاعية بسور. والله عمل جامع اسمه الجامع سيدي احمد الرفاعي. مدد مدد بسور. مدد مدد سيدي من ذرية القطب الغوث الصوفي سيدي أحمد الحبال صاحب مجلس الذكر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللبناني ولا السوري؟ اللبنانيون السوريون أولاد أعمام كانوا أدخال السيد علي. السيدي اسمك الكامل مرة ثانية زائر السيد يوسف. كل بلاد الشام صح السوريون واللبنانيون أولاد أعمام. جد سكن في بيروت صح يقدم 200 سنة وجد سكن بصيدا فما شاء الله. اعطوا لنا سبحة كبيرة لألو هاي الخضرة. اي نعم رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم. بس انا زرته لشيخ احمد لانه كان والدي يحبه كثير. مدد مدد ما اعرف حنصلي في المقبرة بدنا لحظة بس خلينا نكمل حوار رجاب بس الله لا تخرب علينا الشغل. لحظة ادري خلينا نكمل. ضيف جاي انت مين ضيف بمصر ما ترحب فيه؟ اي نعم تفضل سيدي. انا سبب فكان الاساس يعني قلبوا لهم قلبوا 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 مين؟ يعني من فروع قص على قصة يدهم. اي نعم فروع الشيخ احمد الحبال سكن بحماة وقعد جدي راح على حلب فكبرت العيلة ما شاء الله. ماذا ترمس للحبال سيدي؟ الحبال احنا مهنتنا كلنا الحبال. حبال البحر ولا البر؟ كل شيء اسمه حبال ليف قندق مانيلا. قدس الله سره بذكر الله والصلاة على النبي. الشيخ احمد الحبال تاجر حبال كمان كذا. مدد التجارة. قال الرفاع الاسم الكامل؟ محمد صالح عثمان الحبال. سيدي جدكم الكبير يا صديق الوالد سيد وساش السيد احمد الرفاعي سيد احمد الحبال صاحب مجد ذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وصحبه وسلم في سوريا. مهنة الحبال وين كان محله؟ نحن محلنا بيروت بالبلد على المرفأ ومحل جدنا الاكبر بالحريقة بالشام. الله رحمه الله. هم اخذوها من مين؟ اللهم صل على محمد وعلى الصحبه وسلم. اللي هي متوارثة اساس العائله اسمها العماوي من العمائم قدس الله سره اصحاب عمائم يعني عندي صور لجد جد بالعمائم ولكن على مين ما احنا مثل حداد النجار الصانع كذي عرف كويتيه او الغواص باحصاء سنه 32 لما عملوا احصاء بلبنان والشام صاروا كل مين فلان حبال فلان حداد فلان لحام فلان نجار فلان كذا سنجري ومشت العائلات على الالقاب
فالحمد لله رب العالمين. تضيف دولة الكويت شخصي ولا هيئة خيرية ولا سيدي؟ نحن أنا بهتم بجمعية خيرية ببيروت. عندنا هيئة الشؤون الاجتماعية في بيروت، مركزها ببيروت، وعندنا فروعنا بالبقاع بأرسال بمناطق المسلمين السنة المحرومة. وهلا نحن بوضع هجمة شرسة علينا من كل الجهات. الله يسترنا بإذن الله. يا رب. سيد محمد؟ محمد صالح عثمان الحبالي. حفيد سيدي أحمد الحبال صاحب مجلس ذكر الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دمشق مو؟ في سوريا. وهو في لبنان بده يدعي لصديقه الوالد السيد يوسف هاشم السيد احمد الرفاعي، زاروا في قبره مع السيد زهير الحلبي والناس كلها ان شاء الله يا رب جيرانهم في الكره الارضيه وتقبل الله ان شاء الله. كان الوالد يقول اللهم هيئ لهم القلوب والجيوب يا رب جاه سيدنا محمد الرسول. تفضل سيدي. اليوم يوم من ايام الله، اليوم الثلاثاء واثنين 7 يوليو 2024 الموافق 26 ذي الحجه 1445. لا هون كويس. تفضل سيدي. صل على الحبيب. يا نبيك محمد نبي الرحمه. يا محمد اني استشفع بك عند ربي. اللهم اجعل ثوابا ما قولناه. امين امين. ونورا ما تلوناه. امين امين. هديه خالصه الى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب الشمس ساحبه. في الجناب الشريف. امين. الى من كانت القراءه بسببه. امين. وعلى نيته. امين. صاحب هذا الرمز. امين. رحمه الله، سامحه الله، عوضه الله والجنه. امين امين. وجميع جيرانك. اللهم كان مخسرا فاغفر له ما في حسنته. امين. اللهم كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئته. امين. اللهم ابدله خيرا من اهله. امين. وجيره خيرا من جيرته. امين امين. روضة من رياض الجنة. امين امين. لا تجعل قبره حفرا من حفر النار. امين امين. جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر سورة فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. هنا من جيرانه ونسيم العبد الكريم الغرب احمد السيد عبد الله الرفاعي ويد نور التوطاي الشيخ رفع عبد هاشم الرفاعي من عبد الله المسلم الحميد خاتمان تمر يوم امتداد بن رفاعي بشير دخل حمد سي ابراهيم بن رفاعي يدي خالد سعاد الرفاعي خاتمان وفاتي نوري صبيحة سي ابراهيم ليلى محمد صاحب بصير بشير. امين امين. انت اول مره تجي دوله الكويت؟ لا من زمان. اي سنه؟ انا عندي صار من عمنا تزوج ايوه صديق الوالد هذا كثير صديق الوالد كثير كان هو امين عام وزراء وعندي ابن حسان كان كابتن طيار الامير صح فبنت عمنا اسمها اخبار الحبال اجى على بيروت بالبعثه ورئيس البعثه ليطلب معلمات من بيروت للكويت صح فطلب مواعيد عبر السفاره تم تتعلم البيت تشرف قدمهم كلهم بتعبنا هيدي بسنة 42 الله اكبر مدى تاريخ دولة الكويت هي فاجا عبد الحبال الرفاعي شنو اسم ابوها؟ عقبال حسين الشيخ عقبال الشيخ حسين الحبال الله سنة كم؟ 42 الله 42 في ذهب منو كان رئيس اللجنة؟ هو عبد اللطيف الشملان الله شملان رومي ولا شملان ثانيين؟ الشملان هنا هلا هو اجى هاي تاريخ من تاريخ عزة جعفر ايوه ايوه عزة جعفر كان بالكويت لبنان صح ولبناني صح بس مربى صار شكله طحي وكذا عمل صح لبناني وحصل جنسيته سأله قال له هيدي والله عشان تصير مزوجة ما مزوجة بعد في التقييم ويحكي مع اهلها اي والله لا يعني زواج هذا سنة الحياة. الحاج عثمان اللي بيقول على عائلة بيسألوا بيعرف اجى بنفس النهار هسه جعفر عم بيولد بيسألوا ابوك عثمان الحبال رفاعي. والله يا زلمة عزت رحت قضي امتحان مدرسة تتجوز شو قصتنا؟ امر الله كان يد ام حسين حمدان تقول ابن المشرق ولد المغرب قال له طيب بيجيبه راح عند ابوها الشيخ حسين راح عند ابوها والله شافه محترم وقور متعلم مهذب وقف على بركه الله بدل ما يخدم على البيت اخذ مرته سبحان الله هذه قدرته فر وابوك عثمان الحبار الرفاعي
شاهد الزواج عزة جعفر وابوك الحبال وابوه حسين الحبال الرفاعي. الله يا رب يا رب. شيخ حسين الحبال. وهي موجوده الحاج اقبال؟ لا متفانت هون؟ اي نعم. نعم موجود. ودفنوا هون مقبره السابخات؟ فاتحه لروحهم الحلوه.